نرحب بكم مجددا في الجلسة الرابعة والأخيرة لليوم الأول من هذا الملتقى. الجلسة الآتية هي بعنوان الغموض في المشهد الاستراتيجي العربي، التحولات والسيناريوهات، والتي يديرها السيد يوسف الشريف، ويتحدث فيها السيد عمرو موسى والدكتور ناصيف حتي والدكتور محمود جبريل والدكتور خالد الدخيل والسيد مشرق عباس. فلنرحب بهم جميعا. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بكم جميعا. أجدد الشكر والتحية لمركز الإمارات للسياسات دكتورة ابتسام كتبي على الاستضافة وحسن التنظيم. الجلسة السابقة كانت ساخنة وطويلة شوي، يبدو أن الحضور راح يكونوا أكثر حيوية هذه الجلسة، نأمل ذلك. جلستنا إن شاء الله تكون أكثر حيوية، وأن يتسع صدر الحضور هنا لمناقشة موضوع معقد شوي، صعب، استراتيجية في العالم العربي، سواء كانت غائبة أم غامضة أم مجزأة سنتحدث عنها. وأنا واثق أن يعني ضيوفي هنا الكرام سيساعدونا على رؤية مستقبل، استشراف هذا المستقبل بالنسبة للاستراتيجية في العالم العربي. مقدمة سريعة باختصار حتى نضع إطار هذا الحوار، نقول بأن مررنا في العالم العربي بمرحلة ما يسمى بالثورات العربية أو ما يسمى بالربيع العربي، نحن نكاد الآن نطوي صفحته. خلال هذه الفترة هناك دول عربية خرجت من هذه المرحلة بسلام، هناك دول ما زالت تعاني من تداعيات هذه المرحلة، مثل اليمن، ليبيا، سوريا. قبل هذه المرحلة كان في هناك محاور عمل عربية، كان في مثلا السعودية، سوريا، مصر، كان في السعودية، الأردن، المغرب، مصر أيضا، كان في محاولات خليجية مع المغرب والأردن. لكن الآن تبدو هذه محاور العمل الآن مختلفة أو غامضة. نحاول أن نسأل لماذا، ونسأل خلال هذه الفترة زاد النفوذ الإيراني على الأراضي العربية بعد لبنان والعراق، أصبح في اليمن وفي سوريا. أرجو أنه دكتور مساويان هنا ما يكونش زعلان من الكلام، لأنه حنحكي مرة تانية عن إيران، حنحكي يعني في مهما كان. أيضا كان في تدخل تركي، إذا مش منتبهين في 4 قواعد عسكرية الآن على الأراضي العربية، من الصومال إلى قطر إلى الموصل إلى شمال سوريا. هل هناك رؤية استراتيجية عربية لمشاكل المنطقة حاليا؟ هل هناك تفاهم عربي على كيف يمكن حل أزمة اليمن؟ كيف التعامل مع الحوثيين؟ هل هناك رؤية استراتيجية عربية كيف يمكن حل تسوية للقضية السورية، حل الأزمة في ليبيا التي تبدو يعني كثير من أطرافها عربية؟ هذا ما سنحاول أن نسأله ونطرحه الآن على الضيوف في هذه الساعة من الحوار. أبدأ مع أستاذ عمرو موسى حتى يعني نتكلم عن بعد هذه المقدمة عن دور مصر والجامعة العربية. هل الآن بعد فترة ما يسمى بالربيع العربي ترى أنه في رؤية مصرية واضحة لمستقبل العالم العربي، للمصالح العربية، لقضايا العالم العربي؟ أبدأ أولا بتقديم الشكر للدكتورة ابتسام ومركز الدراسات لدعوتها لي لأشترك لأول مرة في هذا المنتدى، وأشعر بالسعادة أن التقيت بكثيرين ممن كنت أود أن ألتقي بهم وأستمع إلى مناقشات ثرية جدا كالتي استمعنا إليها حتى الآن. في الوقت نفسه السؤال اللي وجهته، أنا أرى أنه لا يوجد غموض، لا يوجد غموض، الأمور واضحة، واضح أن هناك تغيير كبير في المنطقة كلها. وبتقول سيادتك أنه هل الربيع العربي انتهى؟ لا ثورة بتنتهي ولا انتفاضات بتتوقف، المسألة هي مرحلة
تغيير جذري في العالم العربي. العالم العربي اليوم وفي ظرف سنوات قليلة لا يمكن أن يعود إلى مكان عالي. انتهى عصر اللي هو كله نص الثاني من القرن العشرين بصفة خاصة، وشعرت الناس شعروا بأنه قضاياهم ولم تخدم، حياتهم لم تتحسن، كرامتهم أهينت، وبالتالي كان في حالة من الإحباط الكبير في العالم العربي كله. في مصر، أنت أشرت إلى مصر، أنا بأرى أنه ما حدث منذ 2011 كان نتيجة لتراكم أخطاء ضخمة لسبعين سنة من السنوات الأخيرة للملك فاروق، مروراً بكل من جاء بعده، أنه حصل إهمال للكثير من الأمور التي لم يكن يصح أن تهمل، حصل تجاهل لأولويات، بل التباس في الأولويات، ومن ثم انتهينا إلى ما انتهى إليه الأمر في 25 يناير. التباس الأولويات وبعد أو إبعاد الناس عن الإسهام في تقرير سياسات وإبقائهم في إطار يعني إشباح حاجاتهم الأولية البسيطة، ده لا يساعد على إنه الدول والمجتمعات العربية يكون فيها الحيوية الكافية لترتفع إلى مستوى التحديات. إذن هي مرحلة تغيير، وتغيير جذري، ويجب علينا نحن العرب أن نعلم أن الماضي ماض ولا يمكن ولا يصح تكراره. إحنا في مصر لوحدها هتكون في ظرف 3-4 سنين يعني حوالي 2020 100 مليون نسمة، 100 مليون، هذا شيء ضخم للغاية ومهم للغاية، ولذلك علينا التزامات بأن إحنا نعالج أخطاء الماضي ونعد للسنوات القادمة حاليا، ونعد لما هو قادم أيضا في هذا التحدي الكبير. إحنا مصر زي الفيل الكبير، عشان تغير هتغير ببطء وليس زي أي مخلوق يتنطط من، لا، مصر فيل كبير، إنما وضع التغيير وإصلاح ما فسد والتوجه إلى المستقبل عايز وقت. وأنا هنا الحقيقة من المتفائلين. أنا في مشكلة اللبنانية وقت ما كنت أمين عام الجامعة، فكنت أسأل وأنا في زيارة للبنان أنت متفائل ولا متشائم، فأخذت الاثنين قلت لهم أنا متشائل أحيانا ومتفائم أحيانا أخرى. أنا بالنسبة لمصر هي كلمة واحدة، أنا متفائل. ليه متفائل؟ لأننا في إجماع وطني على فهم أننا في ورطة، وفهم أننا أن المسألة مش سهلة، والتحدي تحدي ضخم، ويجب أن نرتفع إلى مستوى المسؤولية. ده هيحصل، والقرارات الأخيرة بتوضح كثيرا في هذا، بتوضح أنه الآن لابد من اتخاذ القرارات حتى لو كانت مؤلمة نسميها كما نسميها، ولكن لابد من الحركة إلى الأمام. إنما عايز أقولك عشان أجاوب سؤالك لو سمحت، صحيح أن مصر الآن لا تستطيع أنها تناور وهي اللي تقود عمليات مقاومة للسياسات التي هتفرض، وأنا لي اعتقاد أراه أنه في هذه المرحلة التي نواجه فيها ضعفا في العالم العربي لابد أن نعمل جميعا على إعداد مصر والسعودية ليقف سويا ليشكل الزخم الاستراتيجي المطلوب. لما نشوف في سوريا أنه الذين القوى التي تتصرف الآن وترسم مستقبل سوريا هي إيران وتركيا الإقليميتين وروسيا وأمريكا العالميتين، ولا توجد دولة عربية واحدة
موجودة في مش في المؤتمرات اللي زي دي، إنما في غرف رسم السياسات والمطابق الحقيقية. فهنا لابد إن مصر والسعودية سويا يكونوا موجودين، لأنه الحلول لن تكون عربية، والخطوط التي سوف يرسم عليها مستقبل هذه المنطقة لن يكون عربيا طالما نحن غائبون. في حالة الضعف بنشوف إيه الاحتياطي نعمله إزاي، فأنا بقترح إنه يكون مصر والسعودية، ونطالبهما بأنه أي خلافات نستطيع أن إحنا نحطها على جنب أو نعالجها أو نؤجلها، إنما فيه ما هو أهم الآن، وهو مواجهة رسم مستقبل العالم العربي بلا دولة عربية واحدة موجودة في مطبخ اللي بتقرر فيه الحدود والخطوط والدول وغيره. في أخطاء كبيرة إحنا ارتكبناها ما فيش كلام، إنما في أيضا تدخل أجنبي ما فيش كلام أيضا أنه لعب دوره في إثارة بعض الفوضى، و يعني يمكن خدمة أهداف معينة ليست عربية ولا مفيدة لنا. ده بس مقدمة، ثم أجاوب على الباقي بعدين. مقدمة جيدة. يعني ما السبيل لهذا التفاهم العربي لحل هذه القضايا؟ لنبدأ أيضا ننطلق من هنا. أستاذ محمود جبريل، ليبيا كمثال، كثيرون يقولون أنها ضحية خلاف عربي في الأساس قبل أن يكون دولي أو غربي، يعني القوى الفاعلة والمؤثرة هي قوى عربية. فهل ترى بأن هناك استراتيجية عربية فعلا تجاه ليبيا ممكن أن تنقذ ليبيا وتخرجه من أزمته؟ بدون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، المفروض أنه شغال. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكر وامتنان للدكتورة ابتسام وفريقها المتميز الحقيقة على عقد هذا الملتقى، وشاكر لكريم الدعوة. لو أذنت لي أريد أن أخذ خطوة للوراء وأنا أستمع لهذه الآراء والأفكار الهائلة والمتميزة منذ الصباح. الحقيقة سأعرج على ليبيا، بس هي ليبيا زي ما يقولوا case in point، هي مثال لحالات حدثت ومزيد من الحالات ستحدث في المستقبل من وجهة نظري. يعني إحنا اللي حصلنا في المنطقة العربية، في مثل ليبي يقول لك الضفدع واخذها السيل وتزغرت فرحانة، بس هي واخذها طوفان. المنطقة العربية الحقيقة إن لم يخلق عقل عربي جديد لمواجهة عالم جديد، فالقضية ستكون قضية ميؤوسة منها. لا أريد أن أكون بصفة إطلاقية في هذا الحكم، ولكن لنتحدث عن ثلاثة أشياء رئيسية. حدث تغير حقيقي في خريطة العالم ومحركاته الرئيسية منذ نهاية الثمانينات، ولم ننتبه إلى أننا نعيش عالما جديدا لم ندرك ما هي محركاته الرئيسية. ثلاث محركات لابد أن تؤخذ في الاعتبار، لأنها ستعيش معنا إلى أقل شيء منتصف هذا القرن. تزايد سكاني رهيب على الكرة الأرضية، 35% من الزيادة السكانية التي ستحدث من الآن لحد 2050 ستدفع بالعالم أن يتجاوز 10 مليار. في نفس الوقت حدث تغير هيكلي في الاقتصاد العولمي، من اقتصاد إنتاجي يعتمد على الصناعة والزراعة إلى اقتصاد خدمي في أغلب المدن التي كانت مدن صناعية من الطراز الأول زي الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، مما يعني أن الهوة ستتسع بين من يحتاجون الغذاء الذين يأتون بالملايين على وجه الأرض وبين قدرة الاقتصاد العولمي على تلبية هذه الاحتياجات. ثم حدث تزاوج الريفيرسبل غير قابل للارتداد بين التكنولوجيا ورأس المال، حيث أصبح أن هناك زواج أبدي ما بين هذين الأمرين، فأنتج ما يعرف بالاقتصاد فائق الرمزية أو الألترا سيمبوليك إيكونومي، فأصبحت حركة دوران رؤوس الأموال ما بين البورصات وأسواق المال هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العولمي، وليس كمية الإنتاج الذي يطعم أفواه البشر على وجه الأرض. يحدث ذلك
في الوقت الذي عجزت كثير من دول المنطقة العربية، دولنا العربية، عن تلبية احتياجات التنمية بعد الحرب العالمية الثانية وخروج هذه الدول إلى حيز الوجود، وحدث فشل آخر في مجال ما يسمى الانصهار الوطني أو الناشونال انتجريشن لخلق المواطنة الواحدة والهوية الواحدة، لأن أغلب التركيبة العربية هي موزاييك في سكانها، فيها تركيبات قبلية، في تركيبات إثنية، في تركيبات طائفية. وبالتالي عندما حدثت موجات انتفاضات ما سمي الربيع العربي، سقطت أنظمة في الحالة الليبية تناغم معها سقوط الدولة في آن واحد، فظهرت الأوطان الأصغر اللي هي القبيلة واللي هي المنطقة واللي هي الجهوية واللي هي الإثنية، نتيجة فشل الدولة الوطنية في إنجاز قضية الانصهار الوطني. هذه اختلالات هيكلية. ما يحدث الآن من عنف سواء في سوريا سواء في ليبيا سواء في اليمن هو عنف مؤقت سيتوقف، إن لم يتوقف هذا العام سيتوقف، لكن هذه الاختلالات الهيكلية لا زالت موجودة. والدول العربية الأخرى أمامها الحقيقة فرصة لإعادة قراءة لماذا حدثت الانتفاضات العربية. حدثت بسبب هذه التراكمات والاختلالات الهيكلية، فمفهوم الشرعية تغير ومفهوم الأمن تغير. الأمن أصبح مزيد من التنمية، والشرعية مزيد من الاحتضان لتتحول العملية السياسية إلى عملية شاملة تشمل الجميع في مجتمعات سكانية تعتبر مجتمعات رضيعة. 34% من سكان الوطن العربي أقل من 15 سنة، 67% هم من الشباب من 15 إلى 40 سنة. فأنت تتحدث، وهذا المجتمع الشاب مرتبط كونياً بالكونكتيفيتي، ظاهرة الكونكتيفيتي، بعالم أوسع لم تعد تؤثر فيه مؤسسات التنشئة الاجتماعية التقليدية، تعليمنا ونظامنا الأسري ونظامنا الإعلامي وفهمنا الديني المغرق في تقليديته. فخرجت موجات أخرى من التطرف الإسلامي لنا أن نتخيل فقط، لأن العالم الإسلامي سيزيد بنسبة 73% في الفترة من 2010 إلى 2075، 73%، وهو ضعف الزيادة في العالم المسيحي وخمس أضعاف الزيادة في العالم اليهودي. فأنت الآن مقبل على ما يسمى باليوث بالج، انفجار سكاني وأغلبه شبابي، في ظل عدم تنمية حقيقية وعدم مشاركة حقيقية، فلك أن تتوقع المزيد من الانتفاضات. ما حدث في الحالة الليبية بشكل سريع جدا، انهيار الدولة، ستيتلس سوسايتي، مجتمع بدون دولة، ترايبس، انتشار السلاح في كل مكان، الدول إقليمية أو أوروبية، احنا بنقول المجتمع الدولي مجازا. من هو المجتمع الدولي؟ دول إقليمية لا تمثل مصلحة واحدة تجاه ليبيا، هناك مصالح متعارضة. أوروبيا هناك مصالح متعارضة، المجتمع العربي هناك مصالح متعارضة داخل ليبيا. فالوحيدين الذين يملكون مصلحة واحدة داخل ليبيا هم الليبيين أنفسهم، وهم غير موجودين على مائدة المفاوضات. أغلب الحوار الذي يدور هو حوار بأوجه ليبية، ولكن تديره أطراف إقليمية أو أطراف دولية، وهذا ما أدى باستمرار هذا الألم وهذا النزيف وهذا الهدر الأموال الليبية الذي نراه اليوم. أسوأ الاحتمالات أن ليبيا تهدر أموالها، تتحول إلى ثقب أسود للهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا، تكون كتلة من الفقراء في شمال أفريقيا لا تقل عن 400-450 مليون، ستشكل تهديد حقيقي للأمن القومي الخليجي في 2025 سنة القادمة. فليبيا في حقيقة الأمر إن لم ننتبه إليها قد تكون هي القمقم الذي فتح ويخرج منه مادر غير مارد، من الصعب إرجاعه إلى هذه القنينة مرة أخرى. يعني نظرة تشاؤمية يعني كسرت التفاؤل لأستاذ عمر موسى بعد حديثه عن تفاؤله عن مصر، لكن يعني الوقائع على الأرض في ليبيا هكذا تشير، ومهم هذا الحديث عن اتساع الهوة بيننا وبين العالم المتقدم، خصوصا أنه في أولويات أخرى
للاستراتيجية العربية. دكتور نصيف حتى، يعني فعلا استراتيجيتنا العربية ما زال أمامنا كثير حتى نستطيع أن نبني أصلا استراتيجية عربية، لأن هو فعلا واسعة بيننا وبين العالم، العالم المنتج المتقدم، وبالتالي في هياكل أساسية يجب بنائها في بداية قبل أن نتحدث عن الخلافات اللي الآنية في المنطقة. يعني ربما هيك بملاحظات سريعة أود أن أعود إلى عام 2009، كنت بجينيفا سنتر فور سيكوريتي بوليسي دكتور محمود محمد، وتحدثت عن ما سميته نزع عروبة النظام الإقليمي العربي، ليس بمعنى أن فقدنا هويتنا الثقافية، إنما فقدنا قدرة صنع الأحداث والتأثير في الأحداث، صرنا الأقل تأثيرا في المنطقة العربية. يعني فراغ القوة خطير جدا، وفراغ القوة في السياسة أخطر. فجاءت إيران بشكل أساسي ومعها تركيا من منطقة ومنطلق آخر لملء هذا الفراغ. هذا التفكك وغياب قدرة القيادة العربية، غياب القاطرة العربية، سمح بأن يحدث هذا التفسخ. جئنا إلى ثورة الربيع، ثورة الربيع العربية بسرعة خطفتها صراعات استراتيجية في المنطقة، لعنت الموقع استراتيجي. أنا أأتي من منطقة لبنان وسوريا والمناطق هي كما ذكر دكتور محمود أيضا ليبيا، ودول ضعيفة بعكس مصر، يعني دول غير مكتملة. وجدنا أن النظام أقوى من الدولة، أن النظام عبر تاريخه استطاع أن يسيطر كليا ويسقط بعد ذلك الدولة. اليوم الخوف من انتشار ظاهرة الدول الفاشلة أو الدول التي هي في طريقها للفشل، تجويف المجتمعات، وهذا شيء خطير جدا. لن نعود إلى الوراء دون شك، التغيير شيء طبيعي وحتمي وسوسيولوجي حيتم، لكن انفجار صراعات بدأت وعنوانتها في مقال بسيط جدا بالإنجليزي from the Facebook to the Facebook. بدأنا بشعارات تغيير اجتماعي اقتصادي سياسي قام بها الشباب، انطلق بها الشباب، لنتحول إلى صراع هويات خائفي ومخيفي استغلها وضع جغرافي سياسي في المنطقة لهذا الوضع. أنا أعتقد أن المهم الآن، يعني في مطالعة أولية وأعود إلى ذلك، ردم هذه الفجوات التي حصلت، محاولة استنهاض ولكن على قاعدة جد علمية وجد واقعية. الخلاف مش عيب، الخلاف أن ننكر عيب. البيت العربي لنتحرك تجاه الآخرين في ترميم وإعادة بناء البيت العربي حتى نستطيع أن نخاطب الآخر الصديق وغير الصديق من موقع أفضل. طيب. دكتور خالد، قبل قليل كان يعني السيد الأمين العام سابق جامعة الدول العربية أستاذ عمرو موسى يتحدث عن ضرورة عمل سعودي مصري مشترك من أجل استراتيجية يعني عربية. برأيك الآن في المنطقة، هل الحوارات يعني صريحة وصادقة؟ هل التنسيق كما كان سابقا، لأن ذكرت قبل الثورة العربية كان في تنسيق محاور عربية، هل يمكن العودة إلى هذه المحاور العربية والحديث بصراحة؟ لأنه يبدو أن وجهات النظر مختلفة، لكن هناك حتمية العمل المشترك. هو الحقيقة واضح أنه في خلاف سعودي مصري، في خلافات سعودية ومصرية على القضايا العربية المطروحة التي أفرزها الربيع العربي. لا نعرف تماما أو ليس معلن تماما ما هي حيثيات أو تفاصيل هذا الخلاف. هو خلاف يتعلق بسوريا، وخلاف يتعلق بإيران، وخلاف يتعلق ربما باليمن، ولا نعرف ما الذي يدور داخل الكواليس في المفاوضات بين هذه الأطراف، بين الطرفين السعودي والمصري. لكن تطلع أحيانا تعرف الأخبار مواقف وآراء تعكس وتقول لك أنه هناك خلاف. ليس هناك الآن محاور عربية حاليا، لم يبقى في المشرق العربي حقيقة إلا السعودية ومصر. فليس هناك خيار سعودي إلا بالتعاون والتحالف مع مصر، وليس هناك من خيار مصري إلا بالتعاون والتحالف مع السعودية. هي الإشكالية كيف تتم صياغة هذه العلاقة وهذا التعاون وهذا التنسيق لإدارة المنطقة. معالي الأمين العام السابق أشار إلى غياب الدور العربي، ونحن رأينا، نحن نرى ذلك في العراق وفي سوريا بل وحتى في لبنان.
ما في حضور عربي واضح إلا في اليمن، البقية الغياب العربي باذخ يعني. فهنا يبدو سؤال، كيف تكون، كيف يكون هناك خلاف على قضايا استراتيجية سياسية وأمنية وعسكرية وتتعلق حتى بهوية المنطقة، كيف يمكن أن يحصل خلاف بين السعودية ومصر وعلى ماذا يختلفون؟ أنا أتصور أو الفرضية اللي عندي إنه المنطقة كانت ولا تزال تعاني مما أسميه أنا بأزمة أو مأزق الحكم. ما يدور في العراق هو مأزق حكم، هو صراع على الحكم. ما يحصل في سوريا الشيء نفسه، وما يحصل في اليمن هذا وجه من وجوه هذه الأزمة المزمنة التي الحقيقة يمتد عمرها لأكثر من 1000 سنة. من الناحية الثانية أننا نريد أن نتعامل مع القضايا والأزمات التي أفرزها الربيع العربي، وفي الوقت نفسه لا نريد أن نعترف بالربيع العربي. هناك من يتحدث من الربيع العربي هذا مؤامرة أمريكية جاءت لتسليم المنطقة للإسلام السياسي، يعني يدور هذا الحديث في مصر وفي السعودية وفي لبنان. طيب كيف أنت تتعامل مع أزمات هذه المنطقة وأنت لا تريد أن تعترف بالجذر الذي أفرز هذه الأزمات أصلا؟ هذا له علاقة أنه الحكم أو مؤسسة الحكم في الأزمة التي تعاني منها تريد أن تنكر سبب هذا الربيع، وأنه تأزم مفهوم الحكم ومؤسسة الحكم في المنطقة العربية هو الذي أفرز هذا الربيع. فبالتالي من أجل أن تتعامل مع هذه الأزمات لا بد أن تبدأ هناك إصلاحات، لا بد أن تكون هناك مؤسسات. كيف ممكن أنه يكون هناك تحالف سعودي مصري أو يعني أي دولة ثالثة ومعهم الأردن أيضا إذا لن تكون هناك مؤسسات تدير هذه العلاقة وهذا الحوار وهذا التحالف وتحدد الأولويات وترسم خطوط التنسيق فيما بينها؟ أنا مش فاهم مثلا مصر التي كانت تقود الفكرة القومية العربية الآن تبدو مترددة في اتخاذ موقف من الدور الإيراني في المنطقة. هذا شيء أنا بالنسبة لي الحقيقة يثير، يعني يثير الحيرة، كيف دولة مثل مصر لديها هذا التاريخ العميق، الدولة الأكبر والدولة الأقوى والتي كان فيها من أوائل الدول في التاريخ الإنساني تبدو يعني لديها شيء من الحياد تجاه قضية الميليشيات التي تنتشر في هذه المنطقة من المغرب العربي إلى المشرق العربي، والميليشيا تشكل مصدر تهديد خطير للدولة في العالم العربي. فبالتالي صحيح أنا لا أعتقد أن هناك غموض، هناك أزمة، الكل يعرف الخطر الإيراني والكل يعرف الخطر الذي يتهدد هذه الدول والكل يعرف الحاجة إلى التعاون، لكنهم لا يستطيعون التعاون ولا يستطيعون التنسيق ولا يستطيعون التعاون. لكن دكتور خالد تعقيب سريع لو سمحت، كان بدأ خلال السنتين الماضيتين أن دول الخليج بدأت تأخذ قرارها بشكل مباشر من نفسها وتقوم بعمليات مباشرة، ويعني كأنها بدأت تعتمد على نفسها في مواجهة هذه الأخطار. هنا ألا يطرح هذا السؤال عن دور الاستعانة والتنسيق أم الاعتماد على النفس، أم أنها أدوار متكاملة؟ لا، هو الاعتماد على النفس. طبعا دول الخليج ارتكبت السعودية ودول الخليج ارتكبت خطأ بأنها اعتمدت طويلا وكثيرا على المظلة الأمنية الأمريكية وأخرجت نفسها، دول الخليج أخرجت نفسها من معادلة التوازنات في المنطقة وتركتها للتوازن بين العراق وإيران وبعدين دخول الطرف الأمريكي والآن يعني الطرف التركي. عاصفة الحزم تشير إلى أن السعودية ودول الخليج تريد أن تغادر هذه المنطقة وأن تكون طرفاً في معادلات التوازنات في المنطقة، وهذا شيء مهم
لأنه من دون توازنات ستبقى المنطقة تعاني من الاضطرابات ومن التداخلات الخارجية. طيب أستاذ مشرق، يعني في نفس الإطار عندما نتحدث عن الاستراتيجية العربية، لو تحدثنا يعني هل كان هناك في استراتيجية عربية أم غياب استراتيجية العربية تجاه العراق منذ الاحتلال الأمريكي 2003 ساهم في إيصال العراق إلى ما هو عليه اليوم، وهل الوضع بدأ يتغير مؤخرا؟ أشكرك أستاذ يوسف، والشكر موصول طبعا للمركز الإمارات للسياسات ليتاح لنا هذه الفرصة ولكل الحضور. الحقيقة السؤال الأهم الذي لم يتم التركيز عليه كثيرا حول أصل المتغيرات في المنطقة العربية وإحالتها إلى الوضع العراقي. تم على الدوام الحديث عن ربيع عربي، الحديث عن الأزمة السورية، ولكن الأصل في كل ما وصلنا إليه، ما وصلت إليه المنطقة، هو الاحتلال الأمريكي للعراق وكل تداعيات هذا الاحتلال والأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها حول هذا الاحتلال. ابتداء نعم، لا استراتيجية عربية حول العراق لم تكن في عام 2003، ولم تكن بعد عام من هذا التاريخ، ولم تكن بعد 10 أعوام من هذا التاريخ، وهذه قضية ترفع مستوى التساؤلات في الحقيقة عن غياب أي نوع من استراتيجيات. في المقابل هناك سوء فهم للوضع في العراق. المنظومة العربية عموما ومن ضمنها المنظومة الخليجية أبعدت العراق تماما من الصورة، إلى درجة أنها لم تعد تفهم ماذا يحدث في العراق، لم تعد تفهم توازنات القوى في العراق وكيف تدار الأمور وكيف تتخذ حتى القرارات. وأحيلت كما سمعنا في بعض المداخلات، أحيلت القضية إلى نظرة أنهم عملاء، من يحكم جاء على الدبابة الأمريكية وسيذهب على الدبابة الأمريكية، ولا حل في العراق إلا بزلزال جديد يشبه عام 2003. وهذه قضية ربما تثيرها مجلس لبعض المبتدئين، ولا يمكن أن تكون سياسات دول، لا يمكن لدولة أو لمجموعة دول أن تبني سياساتها على أساس الاتهام فقط وافتراض أن القضية تتعلق بالعراق ذاتيا وليس بالمنظومات التي حوله. نعم، العراق تعرض إلى هجمات شرسة على المستوى السياسي، لكن حتى هذه الهجمات، أقصد الهجمة الإيرانية، حتى هذه الهجمات فهمت بشكل خاطئ. بمعنى اليوم المنظومة العربية استسلمت إلى فرضية أن الولايات المتحدة سلمت العراق إلى إيران، استسلمت إلى هذه الفرضية واعتبرتها مسلمة غير قابلة للنقاش، مع أن الفرضية الأصلية تقول أن إيران انتزعت دورها في العراق انتزاعا، في مقابل لم يكن أي طرف آخر بمعرض منافستها على هذه القضية. إيران كانت موجودة في العراق واستخدمت سلسلة من استراتيجيات لهذا الوجود وكرست هذا الوجود وصولا إلى ما نحن فيه اليوم. الأهم من هذا كله السؤال، حتى على هذا المستوى يقال أن إيران تريد عراقا شيعيا بهذا المعنى، وأنا في الحقيقة لدي مقاربة قد تكون مختلفة تماما، حتى على مستوى ما جرى من حديث في الجلسة السابقة. إيران لا تريد عراقا شيعيا بالمعنى السياسي، إيران لا تريد حتى تجربة سياسية ناجحة يقودها الشيعة في العراق. السبب منهجي، السبب يتعلق بأن تجر عراق بصرف النظر من يقوده، خصوصا في حال لو كان من يقوده الشيعة يقوده الشيعة، سيمثل نقطة هدم لكل المرتكزات الإيرانية. بمعنى العراق بتأثير الثقافي العميق في إيران وبالنظرية الدينية الشيعية المناظرة والمغايرة لنظرية ولاية الفقيه، نجاحها سيكون نكسة إيرانية. ولهذا أدعي ومعي كثير من الشخصيات السياسية والباحثين أن إيران حرصت
على عدم إنجاح أي مشروع سياسي شيعي في العراق. للأسف في الجانب الآخر، أقصد في الجانب العربي، لم تكن هناك مبادرة لمحاولة إنجاح مثل هذا المشروع. لا أقصد فقط المشروع الشيعي، أقصد المشروع العراقي ما بعد 2003. لم تكن هناك مبادرة لإنجاحها، لم يكن أحد معنياً بقضية أنه نجاح العراق سيكون الخطوة الجديدة لبناء منظومة عربية جديدة. الاستراتيجيات العربية وإلى اليوم تفكر بعقلية خارج العراق، نضع العراق على جنب ومن ثم نفكر باستراتيجيات جديدة، وهذه كانت وما زالت نقطة في الحقيقة تحتاج إلى مراجعة إذا كان يمكن أن يقال في هذا المجال. فإن المطلوب استدارة عربية كاملة، استدارة جديدة نحو العراق. إذا كانت إيران طوال السنوات الماضية حاولت أن تقول أن من يريد أن يتفاوض حول مستقبل العراق عليه أن يأتي إلى طهران، هكذا أرادت طوال، إذا تدرس السياسات الإيرانية طوال الفترة الماضية هكذا أرادت أن تقول. في هذه اللحظة إذا كان العرب من دور يريدون القيام به فعليهم عكس هذه الاستراتيجية، بمعنى إذا أردنا أن نتفاهم مع طهران لنذهب إلى بغداد، العربية لنتفاهم مع طهران هناك. طيب يعني أخذنا تقريبا نصف ساعة في الجولة الأولى، أتمنى الجولة الثانية تكون أسرع. تحدثنا عن خلفيات تاريخية، أسباب، مقدمات، ربما الآن نتحدث بشكل يعني أقوى وأكبر عن المستقبل، كيف يمكن صناعة هذه الاستراتيجيات. أستاذ عمرو موسى، في أسئلة موجهة لك، يعني هل يمكن أن يكون هناك تردد مصري تجاه الدور الإيراني في المنطقة؟ مصر قلب العروبة، أيضا فيما يتعلق بالعراق تجاه الاستراتيجية العربية تجاه العراق كما قال أستاذ مشرق، وأيضا مثل ما تحدثنا مع رئيس الوزراء السابق، يعني في الاستراتيجية العربية بناء الهيكلة الأساسية، هل هذا ممكن في ظل بحثنا عن حل خلافاتنا القائمة حاليا؟ شكرا. هناك أربع نقاط مهمة تتطلب التعليق والتوضيح. أولا نقطة الفراغ اللي تحدث عنها نصيف، وبالتالي قفزت إيران وتركيا لتملأ الفراغ اللي ظهر أو تسبب فيه ضعف الدور المصري بعد اللي حصل في السنوات الماضية. الحقيقة أنه من الصعب تصور أن إيران أو تركيا تقودان أو أحدهما يقود العالم العربي، هذا أمر مستحيل، وبالتالي هذا الفراغ لا سيبقى فراغا إلى أن يملأ مرة أخرى، وده اللي احنا بنتكلم فيه إلى أن تصح الأمور، وعايزين وقت يكون في مصر والسعودية سويا، لأنه تركيا وإيران لن تستطيع قيادة هذه المنطقة، إنما لهم الحق أن يكونوا من قادتها وفي مجالسها وكل شيء، نحن لا ننكر عليهم ده على دي أو على دي. ده أول حاجة، يعني الفراغ يجب أن يملأ عربيا ويكون له احتياطي حالي. نقطة تانية اللي تكلم عنها أخي الدكتور خالد الدخيل، أزمة الحكم. طبعا في موضوع باد governance، سوء الحكم في عديد من الدول العربية اللي تسبب فيه او ادى هو الى التباس الاولويات في موضوعات عديدة تتعلق ببناء المجتمع نفسه الذي هو القوة الاساسية للدولة، التعليم، الصحة، الى اخر كل هذا الكلام. طبعا دي اخطاء مهمة للغاية ولا تقل عن المؤامرة المعروفة اللي احنا قرينا عنها وسمعناها وقرينا ادبياتها المسماة بالفوضى الخلاقة. نمرة ثلاثة، سؤال السعودية ومصر، طب مين اللي يعني يجيبهم سوا؟ أنا بقول فيه وسائل جديدة يا أخي، في المجتمع المدني، في الناس المثقفين، في النهاردة إعلام، ولو إنه الإعلام في معظمه سيء، إنما في أيضا إعلام مثقف موجود، ضروري إن إحنا نلجأ إلى هذه الأساليب الجديدة علشان نعبئ الرأي العام العربي وراء فكرة معينة إنه توقفوا عن هذا الخلاف، بل ما لا تزيدوا ولا تزودوا فيها، اهدوا عشان نعرف نتصرف. مش ممكن ان مصر تتهم ابدا
بأنها بتؤيد داعش مثلا. ما حصلش هذا ولا يمكن يحصل. مصر ضد الإرهاب ومصر بتحارب الإرهاب يوميا. ربما في مجتمعات أخرى عربية وهنا في الخليج ما فيش هذا التحدي اليومي. مصر فيها تحدي يومي، وبالتالي الإرهاب بيهدد مصر، ومصر بتضرب وبتضرب بقوة جدا خصوصا في سيناء وفي غيرها. إنما هذا الـ يعني التوافق في الرأي قائم، ويجب أن لا نخطئ في هذا. كلنا ضد الإرهاب، وكلنا ضد هذه المنظمات الإرهابية المتخلفة المدمرة، ما دام فيش فيه شك. إن بقى فيه سؤال موقفكم السياسي من النقطة دي كذا بالشكل ده أو بالشكل ده، هو ده اللي احنا عايزين نفتح الباب للنقاش فيه حتى تهدأ الأمور. أما ما يتعلق بالأمن في الخليج، تذكروا أنه في سنة 1989 كان في إعلان دمشق. إعلان دمشق ده كان إيه؟ إعلان دمشق كان بيتحدث عن أمن الخليج في إطار تضامن الدول العربية عسكرياً مع الخليج بعد اللي حصل في الكويت والعراق وخلافه. إنما كان في ضغوط خطيرة جداً، إزاي تسيبوا جيوش عربية على الخليج؟ لا بد أن ينسحبوا لصالح الأمن الوجود الأمريكي. طبعاً لا يمكن نحن كنا نتحدى الوجود الأمريكي، إنما ظهر أهو الآن إنه ما بيقولوا بالعربي ما حك جلدك مثل ظفرك. وهذا التراجع وعدم اليقين بأن هناك سياسة بتؤيدك، والتجربة اللي قدامنا إنه أنت مش متأكد من مسار السياسات العالمية دي تمشي إزاي، وشفناها في سوريا وشفناها في العراق وبنشوفها في الخليج وبنشوفناها مع إيران أو العلاقة مع إيران. يبقى الكلام اللي قاله أخي مشرق، أنا متفق معك تماما. النقطة اللي أنت أظهرتها نقطة غاية في الخطورة، لأنه خلينا نبسطها، هي كربلاء والنجف ولا قم في قيادة الإسلام الشيعي أو المذهب الشيعي في الإسلام. هنا منافسة كبيرة جدا، وقطعا زي ما قلت إنه المطلوب ألا تكون كربلاء ولا النجف، إنما تكون قم الزعامة هناك، وهو ما لا يقبل به العراقيون الشيعة. دي نقطة غاية في الأهمية، أنا حبيت أوضحها خشية أن تكون يمكن هي دي النقطة الأساسية أو إحدى النقاط الأساسية في العراق، العلاقة العراقية الإيرانية. وبالتالي العراق ليس سهلا، ومعروف أن العراق ليس سهلا على كل حال، وإنما في هذه النقطة من الصعب في نهاية المطاف، وأرجو أن تكون نهاية المطاف دي مش بعيدة، أن يخضع العراق لقيادة إيرانية، مش ممكن. طبعا احنا تناقشت موضوع العراق وموضوع إيران من في الندوات السابقة، والحقيقة أن السؤال اللي وأنا أجالس بسمع باهتمام وانتباه كذلك، هي المسألة إيرانية خليجية ولا فارسية عربية ولا شيعية سنية ولا إيرانية عربية؟ لها أوجه كثيرة جدا، ولو قصرناها على أنه الموضوع إيراني خليجي بل إيراني سعودي، أنا بعتقد نبقى مخطئين. الموضوع أكبر من هذا بكثير، وأكبر من هذا لا يعني أننا نطالب بعداوة عربية إيرانية أو عربية فارسية، بالعكس دول حضارتين يستطيعان بسهولة إذا كنا ناس مثقفين ونحترم أنفسنا جميعا على الناحيتين، لا بد من التفاهم. وكما يعلم نصيف أنا لي مقترحات لما كنت أمين عام الجامعة، مقترحات رسمية في هذا الشأن، رسمية في هذا الشأن، رفضت من السلطات الأعلى ما عرفش ليه، ولكن أنا أصريت عليها وأعلنتها وهي موجودة في وثائق الجامعة العربية. اذكر المقترحات. اذكر المقترحات. نذكر المقترحات. احنا على كل حال الندوة اللي فاتت، لا الندوة اللي فاتت خدوا نص ساعة زيادة، احنا لأن احنا مش هذا الحق. لا مش عايزين ندخل. ليه؟ عندنا وقتنا محدود شوي. طيب. باختصار. أنا طيب بس خلينا بس نخلص النقطة دي يمكن في المداخلة الختامية أشير إليها. صورت العلاقة مع إيران أنها تنافس إيراني سعودي أو مشكلة أمنية خليجية إيرانية. الموضوع إذا عالجناها بهذا الشكل يبقى ما بنعالجش المرض، يبقى بنجيب أسبرين هنا عشان نهديك أو منوم هنا.
إنما عايز العلاج الحقيقي يجب أن احنا نتكلم استراتيجيا وتاريخيا كل العرب مع إيران إزاء إيران وإيران إزاءنا جميعا، لأنه هو خلاف عربي إيراني. والمسألة مش مسألة بس حتى فراغ، دي مسألة سياسة إقليمية، ولا ثورة ودولة، هي مسألة سياسة إقليمية جديدة. تريد إيران أن تستفيد من هذا الضعف الموجود في العالم العربي والفراغ لتملأه هي. أنا أرى وأعتقد أن كثيرين من العرب إخواننا هنا أنه لا يمكن أن تملأ، مستحيل، حيكون في أخذ ورد وعنف وشدة وإلى آخره. في النهاية لا يا سيد، لا يمكن لدولة، أي دولة عربية، أي مجموعة عربية، أي منظمة حكم مدني عربية عايزة تتكلم إنها عايزة تعمل شيء أو تقرر سياسة هتضغط التليفون في طهران نعمل أو ما نعملش، مستحيل، مش هيحصل. أو نكلم أنقرة ونقول لها مستحيل، مش هيحصل، لأنه العالم العربي على ضعفه هذا، إلا أنه عوامل القوة لا تزال كامنة ومقبلة. نعم. طب سريعا تعليق من أستاذ نصيف حتي على هذا المقترحات يعني والجملة يعني الدول العربية في الاتجاه نفسه، كنا ذكرنا أهمية حقيقة بناء يعني البيلر العربي، المدماك العربي الرئيسي، حتى نستطيع أن نقيم علاقات متوازنة، أقول متوازنة، مع إيران ومع تركيا. وكنت اقترحت أنا هلسنكي، كنت عم تحكوا هلسنكي قبل، كنت اقترحت هلسنكي عربية إسلامية، عربية دول عربية مع إيران وتركيا، لكن تقوم على مبدأ أساسي. من هون اختلف مع سيد موسافيان، وهو وقع معي على مقال كتبته وصدر في الشرق الأوسط في هذا الأمر، قلت لا هلسنكي خليجية بسبب التوازنات في الخليج لا تسمح، سميتها أنا باكس إيرانيكا بصراحة لو كان في الخليج. تحدثت عربي مع تركيا وإيران، ولكن بعد استنهاض البول العربي الأساسي لنطرح هذه العلاقات. تقوم على مبدأ أساسي جدا، لأنه تختلف عن ما كان حاصل في أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. لم يكن هناك تدخل عبر تنظيمات داخلية، كانت علاقات دول. نريد علاقات دولتية، state relations، بعد ذلك نستطيع أن نتفهم. ننطلق من هذا الأمر، ملء الفراغ يقوم باستنهاض موقف عربي، وهذا كلنا فيه بالأساس، وتتحرك باتجاه القوى الأخرى التي تريد أن تكون معها أفضل علاقات. لكن حتى تكون أفضل علاقات، الطبيعة تكره الفراغ، فلا تشجعها من خلال غيابك عن الساحة لأن تأتي وتحتل هذا المكان في مكان معين. طيب دكتور خالد، تعقيب أيضا على موضوع إيران وتدخلها في المنطقة، يعني يبدو أنه في توافق عربي على أنه في هناك تهديد، لكن في ربما مش اختلاف وإنما تباين في كيفية التعامل مع هذا التهديد الإيراني. هل نتعامل معه بالطرق العسكرية، بالتصعيد، بالاحتواء، بالحوار؟ هل هذه هي المشكلة حاليا؟ لا، أنا كما ذكرت سابقا، هو لا شك أنه هناك رفض للتدخل الإيراني، وهناك إدراك لخطورة التدخل الإيراني. هي الإشكالية أنه ما في حركة في هذا الاتجاه، ما في ترجمة لهذا الرفض إلى سياسات على الأرض، إلى خطوات، إلى تفاهم، إلى خطط، إلى مبادرات، ما في. يعني أنت عندما تأخذ مثلا فكرة الحوار مع إيران، لا أحد يريد أن يدخل في صراع عسكري مع إيران، لكن لا بد أن ندرك بأن إيران تتعامل حقيقة مع العالم العربي، هي تتعامل معنا كعدو، هي تتصرف معنا من هذا المنطلق. ما في دولة عربية تصرفت مع إيران من هذا المنطلق، لا السعودية ولا غير السعودية. نحن لم نذهب إلى إيران، إيران هي التي جاءت إلينا، وجاءت إلينا بالطائفية، وجاءت إلينا بالميليشيات. بالمناسبة، في خطأ شائع طبعا تكرر حتى في الجلسة السابقة ويتكرر كثيرا، أنه إيران تصدر الثورة. أتصور النظام الإيراني الذي يقوم على ولاية الفقيه ويعيد المنطقة إلى القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، وفي نفس الوقت يقال أنها تصدر ثورة. يعني يعني أنت تشبه الثورة الإيرانية كما لو كانت الثورة الفرنسية. يا أخي، إيران لا تصدر إلا الميليشيات والطائفية إلى المنطقة. من الشاهد هنا أنه من أجل أن أتحاور مع إيران لابد أن أتعامل معهم، وأن أكون واضح أنه الحوار مطلوب، نحن ما
مكتوب علينا أن نعيش مع بعض في هذه المنطقة، لكن لابد أولا أن تتوقف إيران عن تبني الميليشيات وأن تتوقف عن التدخل من أجل أن ننطلق. وهذا الدور يمنع الحوار مع بغداد كما قال مشرق؟ هذا طبعا يمنع الحوار. عن حكومة بغداد كانت ترفض أي تدخل عربي أو أي مساهمة عربية لمحاربة الإرهاب داخل العراق مثلا، وهي تتصرف بهذا الشكل تحت النفوذ الإيراني طبعا. أنا يعني يعني الأستاذ مشرق يعترض علينا أننا قلنا أنه هذا الطاقم الحاكم الذي موجود في العراق هو جاء على ظهر الدبابة الأمريكية، هو جاء على ظهر الدبابة الأمريكية، لكن ما كانت المشكلة هنا، المشكلة أنه هو جاء على ظهر الدبابة الأمريكية وتحالف مع الإيرانيين وأراد أن يستنسخ التجربة اللبنانية ووضع نظام شيعي، ويريد للسنة أن يقول للسنة أنتم حكمتمونا منذ الأمويين، نحن الآن جاء دورا نحكم ولا بد أن تقبلوا بهذا الشيء. يعني بدل ما يطرح مشروع دولة وطنية في العراق ويتجاوز مآسي البعث ومآسي صدام حسين ويدخل العراق في مرحلة جديدة يرجع إلى الوراء. طيب أستاذ محمود جبريل، في نهاية كلمتك قبل قليل تحدثت عن هذا المارد الذي قد يخرج من القمقم في ليبيا، وبدأ لي وكأنه العرب غير منتبهين إليه، منشغلين أكثر في موضوع إيران. هل ترى أنه الانشغال بموضوع إيران ربما يلفت الأنظار عن التهديد الذي تحدثت عنه هنا في ليبيا؟ يعني هو السؤال، هل حالة الضعف العربي والتخلف العربي هي السبب اللي دعا إلى محاولات السيطرة الإيرانية، محاولات التغول الإسرائيلي اللي ما عاد حد بيتكلم عليها اليوم، انتشار الإرهاب في المنطقة، أم أن هذه أشياء قادمة من الخارج؟ أنا باجتهادي المتواضع أن اختلالات النظام العربي الهيكلية وعدم وجود مشروع نهضوي عربي يسد الفراغ اللي احنا بنتكلم عنه، رغم أننا وجهة نظري في السياسة ما في شيء اسمه فراغ، يعني في قوة بس احنا ما بننتبه إليها، تركيزنا على قوة أخرى يدعنا أو يترك، خلينا نقول أنه في فراغ، لكن لا دائما في قوة ولو قوة تحت الأرض. يعني فالآن ما فيش اقتصاد عربي قوي منافس مع الاقتصاد العولمي اللي ساير، بطالة تنتشر في كثير من الدول العربية. هذه الاختلالات الهيكلية هي أكبر مساعد لانتشار الإرهاب والتطرف. وأنا ذكرت في كذا من ملتقى أن أكبر موظف وخالق للوظائف اليوم في المنطقة العربية هي داعش، أكثر موظف فعلا، أكثر من أي اقتصاد عربي آخر للأسف. يعني الاقتصادات العربية اقتصادات غير منافسة، نموها نمو وهمي لأن أغلبها اقتصادات رائية، الاقتصادات المصدرة للنفط. الاقتصاد النامي فعلا هو الاقتصاد الذي يولد فرص عمل. خرجت ثلاث نماذج أصبحت معروفة الآن في علاقة الثروة بالبشر أو علاقة الثروة النفطية تحديدا. نموذج كثافة سكانية عالية مع كثافة مالية أو تضخم في الثروة، اللي هو النموذج السعودي والنموذج الإيراني والعراقي والجزائري. كل التوقعات أن هذه الدول الأربع إن لم توظف كل قرش لخلق وظائف عمل جديدة فقضية السكان ستصبح مشكلة وستحدث انفجارات حقيقية في الفترة من 2020 إلى 2025. النموذج المناقض هو دول قليلة السكان كثيرة العوائد النفطية زي الإمارات، قطر، الكويت، وإلى حد ما عمان والبحرين. هذه الدول اضطرت أن تجلب العمالة ويتحول مواطنوها إلى مديري تنمية. النموذج الليبي نموذج فريد، أن هناك انسجام ما بين البشر وما بين الثروة. التناقض في النموذج الليبي هو ما بين البشر والمكان، لأن المساحة شاسعة. فأنت بتتكلم الآن على ثلاث نماذج، نموذج قليل السكان لابد من أن ينمي مواطنيه معرفيا حتى يعوض قلة الكم بكيف مؤثر، ونموذج كثير العدد اللي هو
السعودي والإيراني والجزائري وكذا. هذا نموذج لابد من خلق مشاريع كثيفة الليبر أو كثيفة العمالة حتى تستطيع أن تستوعب. النموذج الليبي كثيف التكنولوجيا. هذه هي القضايا المعرفية التي يجب أن يعنى بها أي نموذج حضاري جديد، لأن التغول الإيراني، التغول الإسرائيلي، انتشار الإرهاب، هذه قضايا أعراض نتجت نتيجة هذا التخلف وهذا الانحطاط اللي بنعاني منه. كيف بريدج هذا الأمر وخلق هذا العقل الجديد؟ أنا أتصور ما لم تفكك مؤسسات التنشئة الاجتماعية في بلادنا العربية اللي هي التعليم والنظام التربوي والنظام الإعلامي وفهم ديني مغاير يقارع الفهم الظلامي المطروح الآن، لأن هذه هي مصانع إنتاج القيم وتحديد السلوك في المنطقة العربية. هذا يكون مشروع حضاري تقوم عليه نخبة ممكن أن تتبناه، يكون هناك إطار مرجعي جديد للدول العربية لسياستها الخارجية حتى يحدث على الأقل نوع من التنسيق. على سبيل المثال السيد ترامب أعطى وعوده أنه هو سيجعل القدس عاصمة لإسرائيل، لنفترض أنه هو بدأ في تنفيذ هذا الوعد عندما يستلم الوايت هاوس. ماذا نحن فاعلون؟ هل ستكون ردود أفعال متناقضة ومتنافرة عربية واستنكار وإدانة، أو مبكرا من الآن نوع من ميثاق عربي ينسق السياسة الخارجية؟ لأني أستبعد أن تكون هناك سياسة عربية خارجية موحدة، لكن نوع من التنسيق، خطوط حمراء يلتزم بها جميع الحكام العرب، جميع الحكومات العربية. هذا يعني أضعف الإيمان، لكن المشروع الاستراتيجي الأكبر أن نعمل من الآن للأجيال القادمة حتى لا نقع فيما نحن موجودون فيه اليوم. مشرق، أيضا يعني نموذج التنمية سواء ثقافيا تعليميا اقتصاديا هو النموذج الأفضل ربما للتغلب على مشاكلنا، سد الفراغ، لأيضا منع محاولات سد الفراغ سواء من تركيا أو إيران. وهناك من يقول فعلا بأنه هذا النموذج هو الأقدر على احتواء إيران وإبعادها من التدخل. هل هذا أيضا مطروح على العراق؟ لأنك ذكرت أنه نجاح تجربة العراق الجديد يعتبر فشل للنموذج الإيراني، وإيران لا تريد هذا النجاح. هذا صحيح. التنمية وفي مقدمتها التنمية السياسية، بمعنى إيجاد آليات يعني الآن لما أتحدث عن طبقة سياسية عراقية فاشلة وبلد فاشل وأيضا فاسدة إلى حد النخاع، أنا جئت من العراق والعراق يغلي من الاعتراضات على كل الوسط السياسي العراقي بلا استثناء، لم يبقى أحد في العراق يتحدث عن الدبابة وغيرها. اليوم أصبح حديث عن سرقة قرابة تريليون دولار من الثروة العراقية. هذا صحيح وموجود، لكن هذه الطبقة السياسية ليست قدرا في النهاية. هناك آليات للتغيير السياسي ممكنة في العراق، ممكنة حتى على المستوى الدستوري وعلى المستوى النظري. بالتالي دعم آليات التغيير هو مدخل المداخل، إيجاد بيئة جديدة للتعليم وبيئة لمكافحة الفساد وغيرها. ولكن شخصنة القضية العراقية هذا ما احترضت عليه بصرف النظر عن الأشخاص، يعني عن من يحكم اليوم. فنحن أزاء طبقة سياسية يمكن أن تتغير، وحتى هذه الطبقة يمكن التعامل معها، يمكن تحييد هذه الطبقة في علاقاتها بإيران وإجبارها على أن تكون أكثر توازنا في علاقاتها من خلال التقرب من عندها يا صديقي، من خلال الحديث معها، من خلال الحوار معها وليس القطيعة. هناك مشكلة تتعلق حتى بعدم فهم الإمكانيات العراقية. بس هذا إذا كانت هي صاحب قرارها. هناك من يقول بأنها هي ليست صاحب قرارها أصلا. حتى الطفل يقال إذا كبر ابنك خاوي. بمعنى أنت تحتاج أنه تتعامل ويا هذه الطبقة ويا في حدود ممكناتها. تشوف شنو هاي الممكنات وشون تقدر تطورها. هذه استراتيجية. أنا لا أتحدث الآن بشعارات، أتحدث عن مبادئ وبراغماتية واستراتيجية على مستوى البعيد. اليوم الطبقة السياسية العراقية تمتلك الإمكانيات ما يؤهلها للمدى البعيد أن تتجاوز الأمومة الإيرانية. مالياً العراق يمتلك كل المؤهلات حتى لا يكون تابعاً لإيران.
عسكريا، بشريا، اقتصاديا. إذن السؤال الجوهري، علامة استفهام كبيرة، لماذا هؤلاء تابعون لإيران؟ طبعا تابعون لإيران لأن ليس هناك أي طرف آخر يحاول أن يعطيهم بدائل، هم في الحقيقة أمامهم إيران فقط حاليا. تعليق سريع في دقيقة دكتور خالد فقط على هذا. الحقيقة ما في أحد ترك العراق أو العراقيون. الطبقة السياسية الحاكمة في العراق جاءت إلى الحكم وتريد أن تعيد تأسيس هذا الحكم على أساس طائفي، ولذلك احتاجت الغطاء والدعم الإيراني. هي الدولة الوحيدة التي تعتبر نفسها، على فكرة إيران في هذه الحالة تشبه إسرائيل، إسرائيل تعتبر نفسها دولة اليهود في العالم، وإيران تعتبر نفسها دولة الشيعة في العالم. فبالتالي هذه الطبقة لو أنها فقط تعاملت مع إيران ومع العالم العربي بشيء من التوازن لجأت السعودية ومصر. يا أخي السعودية معها حدود، لها حدود مع العراق أكثر من 900 كيلو متر، وفي تداخل اجتماعي وقبلي بين السعودية والعراق ضخم جدا. نص قبائل العراق هي جاية من الجزيرة العربية، ونص قبائل العراق لهم أقارب في السعودية. فبالتالي مصلحة السعودية أن تنفتح على العراق، لكن النظام الإيراني لا يسمح بهذا الشيء. هنا الإشكالية. طيب يعني قبل أن نبدأ في الأسئلة، يعني في دقيقة لكل ضيف، يعني دقيقة دقيقة ونصف حتى نلخص ما يعني تحدثنا فيه. في اختلاف في الأولويات حسب ما يعني ظهر من ضيوفي هنا، في التنمية الداخلية والتنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية، في التعاون في السياسة الخارجية، من يبدأ أولاً بالحوار مع الآخر، وأيضاً دور الجامعة، جامعة الدول العربية، طالما أنه يعني حتى في القضايا الدولية العالمية مثلاً موضوع يعني الاحتباس الحراري، إذا أردنا أن نوحد الجهود والسياسات نلجأ للأمم المتحدة. هنا إذا كان في ضرورة لتوحيد هذه السياسات الخارجية، أين دور جامعة الدول العربية؟ وهل يمكن أن يسير هذا التنسيق السياسي اتجاه القضايا بالتوازي دون أن يؤثر على التنمية البشرية في الداخل؟ في دقيقة ونصف من كل ضيف، أستاذ محمود جبريل، هل يمكن لهذا التوازي أن يحدث؟ شوف، يعني أنا ثلاث نقاط رئيسية بشكل سريع جدا. الآن المشهد العالمي مشهد غير مسبوق في التاريخ، يمثل لحظات عبور بالنسبة للضعفاء إن تملكوا المشروع الحقيقي للعبور. أمامك سنغافورة، أمامك ساوث كوريا، أمامك الإمارات الآن في طريقها إلى العبور. الضعفاء يمكن أن يعبروا لأن تعريف القوة اختلف في العالم، رقم واحد. اثنين، لا أحد يستطيع أن يعتلي ظهرك ما لم تنحني. الإيرانيين هيعتلون، والإسرائيليين هيعتلون، ليش؟ إن إحنا متخلفين. القضية الحقيقية هو أن تتقدم الآن في هذه اللحظات العبور بمشروع تنموي يستطيع أن يسد الفراغ إذا كان هناك فراغ، لا أحد يستطيع أن يقترب منك عندما تمثل حالة قوة. الأمر الثالث، مفهوم التنمية هو الأمن، مفهوم الشرعية هو الاستيعاب، لننتبه جيدا درءا لمشاكل مستقبلية أخرى كما يحدث الآن في 5 دول عربية. أستاذ عمرو موسى. والله أعجبني ما قاله الدكتور محمود جبريل، يعني لن يعتلي أحد ظهرك إلا إذا انحنيت. وإحنا يجب أنه جميعا يعني نكون واعيين أنه لا يجب أن ننحني حتى في لحظات الضعف دي، لأنها مؤقتة وعابرة في كل الأحوال. لما أنا عايز أستثمر الدقيقة أو نص اللي تفهم لي في إني أشير إلى القضية الفلسطينية، وأنه أنها لا يجب أن يسمح بأن تهمش، لأنها أساس أي نظام إقليمي قادم لابد من حل القضية الفلسطينية. وموضوع وأحد الأخطاء الكبرى اللي ارتكبتها الدول العظمى هي أنها أدارت القضية الفلسطينية ولم تحاول حل القضية الفلسطينية. أدرتها بمفاوضات ولجان رباعية وخماسية وسداسية وكلام من هذا النوع. هذا أمر خطير جدا، والدول العربية يجب أن يكون لها موقف، وإحنا نقدر نعمل هذا الموقف. بقول أنت أشرت إلى الجامعة العربية، وأنا أستطيع كمان نشير إلى المجتمع المدني زي ما قلت وإلى آخر. فالقضية الفلسطينية
نقطة القدس اللي ذكرها أظن ذكرتها فيه فعلا تقول إيه إرهاصات بأن هيكون فيه اعتراف بالقدس، وده موضوع لن يمر سهل، ويجب أن تكون الرسالة، وأي حد هنا سامع من الإعلام يجب يفهم أنه هذا الأمر لن يمر بسهولة، لأنه هيؤدي إلى غضب كبير جدا وتأكيد على السلبية المطلقة إزاء العالم العربي، بل إزاء العالم الإسلامي، بل إزاء كل الأديان الحقيقة إذا حصل هذا. أما عن الحديث عن دور الجامعة العربية في ما يتعلق بتغيير المناخ، لا، في دور الحقيقة. ولما كنا بنشتغل في موضوع النووي الإسرائيلي اللي لا يجب أن ننساه وإحنا بنتكلم، بس أو هم عايزيننا نتكلم فقط عن النووي الإيراني، في نووي إسرائيلي وده موضوع خطير جدا الجامعة العربية اشتغلت فيه. احنا يعني في الجامعة العربية بتقوم ببعض هذه الأمور بطريقة لا بأس بها، إنما أصيبت بما أصيب به العالم العربي، ضربة كبيرة جدا للعالم العربي اللي حصل ده. أخيرا هي كلمة واحدة، إيران شيء وإسرائيل شيء تاني، لا يصح أن نضع إيران وإسرائيل سويا في نفس السلة، نحط سلتين بس بلا سلة واحدة. شكرا دكتور خالد. يعني بس عشان نذكر، في كان بيان صدر أمس من 10 دول عربية إلى الأمم المتحدة تشكو فيه إيران، فيها دول الخليج ومصر، يعني في توحيد في المواقف. لكن كما ذكرت الآن الاستراتيجية الأولوية لإصلاح الداخل، بناء مشروع عربي، أم للتنسيق في السياسات الخارجية لتحدي المواجهات، أم الاثنين ممكن يمشوا مع بعض بالتوازي؟ وانت تذكر الأستاذ عمرو ذكر القضية الفلسطينية، الدول العربية كلها متفقة عن القضية الفلسطينية لكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. يعني هنا الإشكالية، في قناعات في أهداف بس ما في سياسات على الأرض، لأنه في انعدام ثقة، ما في سياسات على الأرض بالفعل تنفذ هذه الرؤى وهذه القناعات. فالموقف من إيران، أنا لا أتخيل بلد عربي يقبل نفوذ إيراني. وأنا بالمناسبة على فكرة أستغرب من يتحدث عن نفوذ أو هيمنة إيراني، ما في هيمنة إيراني. كلمة الهيمنة الهيجموني تعني أنه الطرف الآخر قبل، يعني قبل بهذه السياسة أو قبل بهذه الأيديولوجيا أو قبل بهذا التواجد، هذا مش موجود. هي ما تفعله إيران أنها تستغل الانقسامات والصراعات والفراغ العربي الموجود. عودة إلى سؤالك، وهو الحقيقة يعني إلى النقطة الأولى التي طرحتها وهي أزمة الحكم. لا يمكن أن تكون هناك سياسات إقليمية ما لم تنطلق من الداخل وبمشاريع إصلاحية سياسية ودستورية وتفعيل فكرة المؤسسات وفكرة المجتمعات المدنية بين الدول العربية. من دون هذا أنت يعني تعمل في فراغ. يعني نحن الآن نواجه إيران في اليمن في سوريا بس ما في مشروع، ما عندنا أصلا يعني حتى المفاهيم بالنسبة لنا مرتبكة تماما. فالإصلاح في الداخل والتنمية هي المنطلق وهي الأساس بالتأكيد. دكتور نصيف. يس، يعني ما بعتقد في تناقض، لا بل في تكامل. يعني لا نستطيع أن نكون بسياسة خارجية مشتركة ناجحة إن لم تكن هناك قاعدة مادية لها، عبر كما ذكر الدكتور محمود دكتور خالد، قبل أن تكون هناك بالفعل عملية تنموية شاملة تشمل السياسي وغير ذلك. لنا تجارب، عم بحكي قدام صديق الأمير العام الأسبق بالجامعة العربية، أنه كثير من القرارات تتخذ لا تجد طريقة للتنفيذ. تحدثت مرة عن سكيزوفرانيا العربية، تتخذ القرارات لكن لا تجد طريقة للتنفيذ. يعني نحن اليوم نحتفل أو نتذكر 25 سنة بعد مدريد من أسبوع تقريبا، ماذا فعلنا؟ قرار قمة العربية بيروت، ماذا فعلنا؟ نأخذ قرار ولا ننفذ. إذن في مشكلة عندما نرى مثلا أن أوروبا مشروع استطاع أن يبلور هوية مشتركة، نحن عندنا هوية مشتركة واحدة موحدة، لم نستطيع أن نبلور مشروع عملي، لا أقول بيانات أو مواقف، مشروع سياسي عملي في كافة مجالات. أنا أؤكد وأصر على أهمية هالعلاقة الجدلية بين سياسي خارجي مشترك تجاه الآخر أيا كان هذا الآخر. لا يمكن أن تبنى وتكون لها فعالية ومصداقية إن لم تبنى على قاعدة مادية واضحة. بالمناسبة فقط يعني تأكيد لكلام الدكتور نصيف، هي السياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخلية أصلا حكماً وتعبير عنه حكماً. فإذا في ارتباك في الداخل سيكون هناك ارتباك في الخارج. نعم تأكيد. مشرك في دقيقة ونصف فقط.
أن إيران الإيرانيين تحديداً والأتراك يفهمون العرب أكثر بكثير مما يفهمهم العرب، وهذه ليست مقولة لي، هذا تثبت مراكز الدراسات المهتمة بالشأن العربي في إيران وفي تركيا، والتي تدرس بدقة وترسل وفود إلى هذه الدول وطلاب وتحاول أن تعرف جيرانها وتقيمهم بشكل صحيح وتتدخل عندما تكون في مصدر قوة. لكن اليوم رؤيتي أن إيران وتركيا يشعران بخطر كبير في هذه اللحظة. أعتقد هم ليس في مصدر قوة أو مركز قوة ليؤثر ويفرض الشروط، وفي هذه اللحظة تحديدا يجب على العرب أن يتدخلوا لتكون طاولة المفاوضات مكتملة. من يقول اليوم أن إيران تتصرف من منطلق قوة عليه أن يأتي إلى العراق مرة مرتين ليعرف أين التنازلات التي قدمتها إيران وتقدمها في هذه اللحظة، وستظهر خلال الأشهر المقبلة أين تنازلت إيران بالضبط ولماذا تنازلت. ربما في ذلك الحين سيعرف أن القضية ليست قضية شعور بالنشوة والقوة عند إيران، وأن هذا البلد يمكن التعامل معه وفق منطلقات العلاقات في حال كان العرب أقوياء بما يكفي للجلوس إلى طاولة مفاوضات. نعم. طيب، لدينا تقريبا ثلث ساعة 20 دقيقة إذا الدكتورة ابتسام ما اختصرت من وقتنا. طيب، سنبدأ يعني أخذ الأسئلة والأجوبة. لدينا هنا سؤال من بغات كوراني بهجت مكتوبة بالإنجليزي بهجت كوراني. طيب، 414. الدكتور محمود جبريل يتكلم على الشباب والطفرة الشبابية، وحاولت أعرف أنا طبعا زي معظم زملائي وأصدقائي هنا حاولت أتوصل لتشخيص للأزمة العربية، فعملنا محاكاة مع الشباب فطلع ثلاث عوامل، وأنا أحب أسمع آراء زملائي هنا وأصدقائي. أول عامل لتشخيص الأزمة العربية كان الإفراط في استخدام موضوع التدخل الأجنبي، أصبح شماعة وبالتالي يزداد استخدامه للتبرئة. وفي الواقع في التاريخ العربي عندنا مفكر جزائري اتكلم في فترة ما عن كولونيزابيليتي، قابلية العالم العربي للاستعمار، وجايز الوقت نتكلم عن انترفينشابيليتي، قابلية العالم العربي للتدخل. دي أول نقطة. نمرة اثنين، الضعف المؤسسي العربي رغم كثافة المؤسسات في المنطقة العربية. العالم الإسلامي، منظمة العالم الإسلامي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، ورغم ذلك عندنا أزمات ضخمة جدا زي الصومال وجنوب السودان وغيره. فيعني إفراط مؤسسي وفي نفس الوقت فشل مؤسسي. الثالث وحتوقف عند هذا، يعني قال لك لم يعرف العرب كيف يتحدوا ولم يعرفوا كيف يختلفوا، بمعنى ان ما عندناش اسلوب لحل المشاكل، problem solving. وانا اختلف الحقيقه مع صديقي الدكتور خالد في هذه الحكايه. يعني انا كنت اتمنى بسبب اهميه العلاقات السعوديه المصريه ان احنا نبدا بنقاش الخلافات السعودية المصرية أولا ولا نفاجأ بها بسبب أهميتها، وتجارب الحقيقة تجارب التحالفات الناجحة والاندماج الناجح كان يبدأ دايما بوجود التخالفات وكيفية وسائل حلها. شكرا. شكرا لك. أرجو منكم بس تدوين ملاحظات لأن سنأخذ أكثر من سؤال ثم نأتي إلى الإجابات.
علي الخشيبان رقم 322. هنا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار لو سمحت تفضل. الحقيقة أنه يعني أنا منذ سنوات وكلكم ونحن نتحدث عن العرب وماذا عن العرب وماذا يفعل العرب، أنا أقول لكم الآن مللنا من هذا الكلام. يجب أن تتغير أفكارنا وتتغير مفاهيمنا إلى شيء جديد. اليوم نحن نشاهد وجود للشباب العربي في المسرح الإعلامي وفي المسرح السياسي يغير من كل هذه المفاهيم. يجلس أمامي الآن دكتور عمرو موسى وبجانبه الدكتور خالد الدخيل، ليس بينهما أي فراغ سوى هذه الطاولة، وفي ذات الوقت المملكة العربية السعودية ومصر على مستوى الإعلام نجد أن هناك الكثير من الكلام الذي يسيء لكلا الدولتين. ثم بعد ذلك ونأتي ونكرر المجيء لمرة ثانية في مؤتمر ثاني ونقول أن العرب لا يستطيعون أن يتكيفوا مع بعض. فكرة القومية العربية أحد الأزمات التي أهلكتنا نحن العرب. فكرة الأيديولوجيا أهلكتنا نحن العرب. أما أنا لهذه المصطلحات أن تزول؟ ألا يحق لنا في هذا المؤتمر تزول ماذا يأتي محلها مدى القومية العربية؟ نعم، ألا يحق لنا في هذا المؤتمر أن نعلن أننا يجب أن يكون لنا اتحاد يقوم على مصالح مشتركة وليس على أفكار غائرة في التاريخ لم ننجح في إثباتها أو حتى لم ننجح في تحقيقها؟ مفهوم. نحن لم نستطع أن نعيش نتعايش مع إسرائيل منذ أكثر من 60 عام أو 70 عام، لم نتعايش مع إسرائيل لأننا دائما كما قال الدكتور محمود نحني ظهرنا ويركب الأمريكان فوق ظهرنا وغيرهم ليقودونا إلى إسرائيل ثم يرجعوننا بلا حل. أنا أعتقد أنه الشباب العربي اليوم تجاوز هذه المرحلة، وأعتقد أنه هذه الأفكار التي سنتحدث بها اليوم ونتحدث بها اليوم يمكن بعد 10 سنوات ستكون من الماضي البعيد. كلمة أخيرة لو سمحت لي، ستكون من الماضي البعيد. نحن لم نعد نريد صلاح الدين الأيوبي، نريد صلاح الدين السياسي وصلاح الدين المشترك، القوى المشتركة بيننا، ما يجمعنا. يجب أن يتجاوز فكرة الأيديولوجيا والقوميات إلى فكرة المصالح، وأيضا يجب أن نعلن من هذا المؤتمر موت الجامعة العربية. طيب شكرا جزيلا. الآن جمال فخرو 417. شكرا، لكن لو سمحتوا باختصار لأنه يعني نريد أن نبقي وقت للإجابات. شكرا جزيلا. أنا في الحقيقة يعني سأتكلم تحسرا على العالم العربي. نتكلم نحن الآن عن استراتيجية العالم العربي، والسؤال هو أين هو العالم العربي؟ قبل أن نتكلم عن الاستراتيجية يجب أن نحدد ماذا إلى ماذا آل إليه العالم العربي. نحن نعيد المحاضرة من الأول. معلش يعني. معلش إحنا لم نجيب على هذا السؤال. نحن تكلمنا عن عالم ولكن هذا العالم لم يعد موجودا. أين هي القيادة العربية؟ أين هو الموقف العربي الواحد؟ أين هو موقف يعني القادة العرب؟ هل نقلنا فعلا فكرة أن احنا دول عربية أو عالم عربي إلى أجيالنا القادمة، أم أننا سوف ينتهي اسم الأمة العربية بانتهاء جيلنا؟ طيب يعني السؤال شكرا. هو كيف إذا كنا نريد أن نضع استراتيجية للعالم العربي يجب أن نعيد بناء هذا العالم ومن ثم نكتب الاستراتيجية. شكرا شكرا سيد جمال. هناك أيضا سؤال من سيد يوسف الحسن 226. شكرا. طبعا أكيد الأخ حسين موساوي سيكون مسرور جدا لأننا نتحدث عن عشرات العثرات وممكن حتى الفجر نستمر في الحديث عن الفشل، لا نخشى ذلك، وهذا شيء صحي الحقيقة أن نتحدث بهذا المنطق. سؤالي للأخ الدكتور خالد. دكتور خالد، أنت تكتب دائماً وكثيراً في المرحلة الأخيرة عن الخلاف المصري السعودي. إذا لم نرتب هذا البيت بدون خلفيات أيديولوجية
وبدون أن ندرك تماماً مدركات العقل المصري اتجاه ملفين أساسيين، الملف السوري وملف الإخوان المسلمين بتنظيمهم الدولي. إذا لم ندرك هذا، وأيضاً لإخوتنا في مصر إذا لم يدركوا أيضاً مدركات المملكة العربية السعودية تجاه الملف اليمني، إذا لم نتحدث مباشرة عن هذه المدركات ونفهمها، أنا على الأقل أستطيع أن أقول من تجربتي في العمل وفهمي للعقل الاستراتيجي المصري بالنسبة للملف السوري، من أسف أننا حتى الآن في منطقة الخليج وبالذات أقول إخوتنا في السعودية لم يدركوا هذا الموقع لسوريا في العقل الاستراتيجي المصري. وبالتالي إذا تم لا يوجد تشاور كما تحدث إخوتي قبل قليل، بحاجة إلى إيجاد آلية للتشاور، بحاجة إلى إيجاد آلية للحوار قبل أن تنفجر على ألسنة فضائيات أقول رديئة بكل معنى الكلمة في زيادة الحفرة بين الدولتين. هذا ترتيب هذا البيت العربي بدءا من الموقف السعودي المصري والمدعوم أيضا من الإمارات في هذا الجانب وعدد آخر من الدول العربية. لا يجوز أن نترك هذه الأزمة أو هذا الخلاف إلى أصوات نعرف خلفياتها الأيديولوجية التي تهمها هذا الشق بين مصر والسعودية، وأن تضع بدلاً من مصر تركيا في هذا المجال. شكراً. شكراً. سنأخذ بعض الأجوبة، إذا تبقى وقت سنأخذ المزيد من الأسئلة. يعني سريعاً أستاذ محمود جبريل، باختصار على الأسئلة حول الشباب وتوجهات طيب. الشباب هنا. سعيد أن أشوف الدكتور بهجت في القاعة. يعني الحقيقة قضية الشباب، يعني الانتفاضات التي حصلت قدوها شباب وبشكل عفوي بركان ومنفجر، ولكن الحقيقة اكتشفوا أن من يقود يا إما ما لهمش علاقة بطموحات الشباب وأحلامهم. فتوقعي أن مزيد من دورات الانتفاضات ستحدث، لأن أحلام هؤلاء الشباب لم النخبة لم تقدم لهم المشروع حتى تقودهم. الدول أنظمة بعضها حاولت قمعهم ودفعت ثمنا باهظا لذلك، دول أخرى شافت العنف أمامها فقالت لا، لن يحدث ربيع عربي آخر، وهذا غير صحيح. قضية التغيير الحقيقة هي قضية جوهرية في المنطقة العربية، وهو يا إما أن تغير أو أن تغير، واحدة من الاثنين، لأن التغير هو سمة الحياة. الآن قضية التغيير في الثقافة العربية في مجتمعات دائما منوطة بمؤسسة الحكم. قضية التغيير ليست قضية مؤسسة حكم فقط، هي قضية مجتمعية بامتياز. يعني أنا خضت مجال التدريب والاستشارات فترة طويلة، كنت دائما أدعو إلى ما يسمى نظرية المتر المربع الواحد. كل عربي في هذه القاعة وخارج هذه القاعة لديه متراً مربعاً يستطيع أن يحدث فيه تغييراً. الأم مع أولادها، المدرس داخل الفصل، المدير داخل الإدارة، المذيع مع معد البرنامج. يعني هذه دوائر للتغيير، نحن نتركها دائماً نستنى مؤسسة الحكم. مؤسسة الحكم إذا كان شايف التغيير مش في صالحها فمعنى التغيير لن يحدث. هذه قضية الاعتمادية على الآخر قضية أساسية، ولذلك أنا بدأت مداخلتي لابد من عقل عربي جديد ليتعامل مع عالم جديد. دكتور خالد. أيوة، بالنسبة لصديق الدكتور بهجت وأيضا أي أنا راجع للأستاذ يوسف بعدي، بس هو بدأ الأستاذ بهجت أنه أنا متفق معك تماما، بس بقول هذا الكلام لك أنت وللأستاذ يوسف في السمة في العلاقات العربية. الدول العربية لا تستطيع أن تقيم تحالفات منذ أن قامت هذه الدول على مدى 100 سنة، ما حصل أن نجحت الدول العربية في صياغة وفي قامة علاقة التحالف فيما بينها. لماذا؟ هذه راجعة إلى طبيعة
أنه فكرة الدولة في العالم العربي لم تنضج، وبالتالي فكرة المؤسسات لم تنضج، وسيطرت على ما أسميها طبعا السلطات على الدولة، وأصبح في تناقض بينهم وغير قادرين على أنهم. وهذا يفسر عدم قدرة السعودية ومصر على التنسيق حول موضوع سوريا. هم متفقين على سوريا، وحدة سوريا متفق عليها، الحل السياسي متفق عليه في سوريا، كل في نقطة واحدة الاختلاف عليها اللي هو بقاء بشار الأسد. الحكومة المصرية ترى أنه من الأفضل بقاء بشار الأسد، السعودية ترى أنه لم يعد هناك مبرر بعد أن تسبب هذا الرجل بقتل أكثر من 500,000 وشرد أكثر من 12 مليون من الشعب السوري أن يبقى في الحكم. هذا كلام غير منطقي، لكن هناك حسابات سياسية مصرية ترى أنه من مصلحتها بقى بشار الأسد. هذه نقطة الخلاف الوحيدة، وأعتقد من الممكن أيضا التفاهم حولها وإيجاد مخرج لها. بس شكرا أستاذ عمرو موسى. لماذا يعني قنوات الحوار ليست مفتوحة حتى يعني يخرج التباين في الرأي على الفضائيات قبل أن يكون هناك فعلا لقاءات وحوار مفتوح، قناة حوار مفتوحة؟ في قنوات حوار مفتوحة، إنما الإعلام ده سمة العصر على كل حال، الأخبار كلها بتتطاير ويصير التعليق عليها حتى قبل أن، لأن كثيرين في دوائر الإعلامية الحقيقة بيمارسوا مهنتهم بدون مسؤولية، بلا مسؤولية. فالحوار قائم، والكلام بتاعنا لازم، هم الحكام أيضا بيتكلموا نفس الكلام وفاهمين هذه الأمور، وأنا أعتقد الموضوع ده هيعالج قريبا. إنما النقطة الثانية الخاصة اللي قالها الأخي علي الخشيبان خاصة بالقومية العربية وهذه الأمور، الحقيقة ما فيش ما يدعو إلى أن احنا يعني نضرب أنفسنا بالكرابيك في هذا الشأن. كان في خلافات عربية شديدة، إنما كانت خلافات نظم، وفي استغلال سيء لعنوان جيد وهو قومية العربية، استغلال سيء من الحكام أو من بعضهم اللي أراد أنه يأخذها تكئة للزعامة والعظمة، وكذلك من أحزاب لم تكن تعني بالقومية العربية إلا سيطرة وربما الوصول إلى الحكم والتنافس مع إلى آخر. ولكن ما تنسوش أنه لما قتل شاب أو انتحر شاب في قرية نائية في تونس، قامت المظاهرات في تونس، ثلاثة القاهرة، ثلاثة دمشق، ثلاثة عمان، الدنيا قامت. ده معناها إيه؟ معناها أن هناك فعلا أمة عربية فيها في تناغم كبير جدا. ده التوانسة ما يعرفوش القرية اللي اسمها سيدي بو عزيز أظن، سيدي بو زيد، ما يعرفوش هي فيه. والمصريين يعرفوا، قاموا كله هاج لحدث واحد. ده يشير إلى الخطأ في القول أن ما فيش لا عروبة ولا قومية عربية ولا أمة عربية، كل واحد في سكته. خطأ ولن يسمح به. دي موضوع الإخوان المسلمين. موضوع الإخوان المسلمين، إحنا يوم 30 يونيو قامت مصر كلها عن اقتناع بأن استمرار الوضع الذي كان قائما سوف يؤدي إلى حرب أهلية ويؤدي إلى دمار مصر. ف ده موضوع كبير، والحديث فيه حديث يجب أن يكون مستقلا وفيه وقته عشان نعرف نتكلم فيه. سوريا في العقل المصري ده صحيح، الكلام اللي الآن كلام صحيح تماما، والسعودية في القلب المصري أيضا، بس ده في العقل المصري وده في العقل الكامن وده في كذا. لابد أن احنا نجد المكان وبسرعة نغلق هذا الباب اللي لن تأتي منه إلا الريح السيئة. نعم. طيب تعليق سريع. سنأخذ بعض الأسئلة ونأخذ تعليق سريع عليها. لدينا بعض الأسئلة من مصطفى العاني 223. تفضل أستاذ مصطفى. أول شيء أنا باعتقادي أنه هناك خلل أساسي في آلية صناعة القرار في العالم العربي، خلل أساسي. نحن سياستنا توضع القرار كرد فعل،
فقط بعد حدوث الحادثة نحاول أن نطفئ النار. لا يوجد تخطيط بعيد ولا يوجد أي أسس علمية للقرار، القرار يتخذ فقط لاحتواء الشرارة اللي خرجت من مكان ما. فأول شيء إنه لا يوجد تخطيط على مستوى بعيد. نعم. الشيء الثاني أصور إحنا فقدنا شيئاً أساسياً هو الانتماء العربي. لا يوجد انتماء عربي حقيقي الآن، والانتماء الوطني. انظر إلى العراق، مأساة العراق إنه الانتماء الشيعي أو الانتماء الطائفي هو الأولوية وليس الانتماء. اسأل أي عراقي الآن باللي يحكمون الآن، هو أولاً طائفي، ثانياً ثالثاً رابعاً قد يكون عربياً إذا كان عربياً يعني. فالمشكلة هذه الأساسية فقدناها، كذلك الهوية العربية اللي فقدناها. لا يوجد مشروع سياسي وطني. الشيء الآخر يجب الاعتراف أنه قضايا التهديد هي قضايا سب ريجنال. اللي جالس في موريتانيا هو هم البوليساريو مثلا، لكن اللي جالس في أبوظبي هو هم إيران، واللي جالس في عمان هو هم إسرائيل. فالقضية أنه أنا أجي أتوقع أنه موجودة سياسة موحدة من جميع الدول، 22 دولة عربية تتوحد على قضية أنه أنا أتوقع اللي ساكن في المغرب يأيد سياسي تجاه إيران، بالنسبة إلى أنه قضية الجغرافية تلعب دور أساسي. فلهذا أنا باعتقادي أنه يجب إعادة هيكلية صناعة القرار. بالنسبة للأخ مشتاق، أنا أتمنى شيء واحد، أنه هو مدى يذكر أنه الفئة الحاكمة بالعراق الآن لا تمتلك قطرة واحدة من الانتماء الوطني أو الانتماء العربي. لدينا سؤال أيضا من أستاذ حمدان الشهري. نعم. باختصار كمان لو سمحت. طيب. قبل قليل تحدثت طبعا عن الغياب العربي، دعني أسميه تراجع عربي يعني. فالتراجع العربي طبعا في المنطقة يعني هناك أكثر من دولة إقليمية هم من يقودون أو يستطيعون يعني أن يكونوا يلعب دور كبير. أما تكون إسرائيل، وتعرف هي قضية الأمة مع إسرائيل وهي تحتل فلسطين طبعا، وهذا مستحيل أن يكون معها. وهناك إيران وطبعا تركيا. بالنسبة لإيران طبعا هي تحتل أكثر من إسرائيل، 4 دول عربية اليوم، وهي قد آتت على يعني ضحاياها من العرب أكثر مما ضحايا إسرائيل في 3 حروب معها. إذن يجب أن ننظر، إذا يعني سمعنا يعني بأنه يقول لا يجب أن لا ننظر لإيران كإسرائيل، لا يجب أن نحسبها حسابات. سنرى أنها أضرت بنا أكثر من إسرائيل، بل غطت وجملت وجه إسرائيل، أصبحت إسرائيل ليست بذلك المخيف يعني. على كل حال يعني اليوم نحن أمامنا حلان، إما أن نستطيع نرى من هو الأكثر خطراً، هي تركيا أم هي إيران، حتى نواجهها، لأنه كلاهم هناك تحديات ومخاطر. يجب أن نكون العرب لنا، نحن العرب يعني لا نذهب لغيره. لكن أخشى بتشرذمنا هذا أنه في المستقبل يصبح هناك عرب ترك وعرب إيرانيين للأسف، لأنه لم نوحد أهدافنا ونوحد جهودنا. كلمة أخيرة عزيزي، طبعا أيضا تحدثوا عن الميليشيات. أنا في الواقع الميليشيات كلها سنية كانت أم شيعية، هي في الواقع ميليشيات ضارة، بل وميليشيات يجب التصدي لها. بل حتى داعش لم تخرج إلا لأن لم نتصدى لتلك الميليشيات الشيعية قبل، التي أخرجت داعش وسيخرج بعد داعش 1000 داعش، وسنبقى في ذلك. لماذا؟ لأن لم نواجه هذه الميليشيات الإرهابية منذ البداية، وهذا شكراً. مهم جدا. شكرا. سريعا، وقتنا يعني ضاق جدا. أستاذ نصيف، فعلا يعني موضوع العروبة والجامعة العربية، يعني لو تعلق على هذا الموضوع، هل يمكن يعني هناك نكون جامع آخر يعني غير هذه الفكرة؟ عجيب يسار سريع. يعني سوء استعمال الهوية المشتركة، وهي واقع قائم شأنها ما بيننا، نستطيع أن نعطي الكثير من الأمثلة عليه في الوجدان العربي، لا يعني أنه هذه الهوية غير موجودة. طبعا أسيء استعمالها. لماذا أسيء استعمالها؟ لأن يمكن استعمالها لأنها جذابة. نقطة تانية فيما يتعلق بالقرار العربي، ونعرفها كثير، يعني طبيعة القرارات تصاغ بشكل شعري. أنا تحدثت من 10 سنوات أنا في الشارقة عن ما سميته سكيزوفرانيا اتخاذ القرار العربي. نأخذ قرار ولا يدخل إلى التنفيذ، لأنه ما في نظام متابعة، تعرف لمين عام حكينا، نظام متابعة ونظام مساءلة لتنفيذ القرارات. المشكلة ليس في التعبير المؤسسي، المشكلة في طيفية صنع القرار إذا أردنا أن نتخذ قرار وننفذه. شيء أخير أود أن أقوله بالنسبة لقضية التغيير، قضية التغيير يعني شيء تاريخي وسيتم. للأسف خطفت
قضايا التغيير في الربيع العربي، إما من صراعات جغرافية سياسية أو من تفجر هويات كانت كامنة مضغوطة مضروبة مهمشة، لكن هذا لن يلغي التقليل. بنهاية الأمر إذا ما أقمنا دولة المواطنة، دولة المواطنة لا يمكن أن نحمي ونسيج الوطن من أي رياح عاتية أو قادمة أو آتية. مشرك، بالنسبة للعراق يعني في وجهة نظر أخرى بأنه الطائفية الآن حلت محل الوطنية، وبالتالي الحوار يعني والتذكير بالعروبة يعني قد لا يكون منه طائل، ربما يكون في مشكلة أعمق مما هذا حقيقة صورت. الطائفية هي من نتاج 2003 لم تحل في العراق فقط، بل انتشرت إلى كل المنطقة وأصبحت واقع حال، معالجتها أيضا لا تتم عبر الانغماس في يعني دروشتنا السياسية وشعاراتنا، ومعالجة الطائفية تتم عبر برامج طويلة المدى وإعادة الاعتبار للدولة. نتحدث عن أستاذ مصطفى يتحدث عن السياسيين لا يمتلكون أدنى ذرة من الوطنية، نعم لا يمتلكون أدنى ذرة من الوطنية، ولكن عندما تكون هناك دولة علينا أن نعيد الدولة، ومن ثم نطالب المواطن بأن يكون وطنياً وأن يكون منتمياً وأن يكون وأن يكون وأن يكون. القضية في عصر تفتت الدول هذا هي قضية بنيوية. العراق تعرض إلى تفتيت على مستوى البنية الاجتماعية، لكن البنية الدولة هي من تسبب بهذا التفتيت. نحتاج إلى إعادة الدولة قبل أي اعتبار آخر. نعم الطائفية مشكلة كبيرة في المنطقة، لكن هذه الطائفية حلها يبدأ من إعادة الاعتبار للدولة. دكتور خالد، تعليق سريع. أنا بس أحب الحقيقة أن يتفق مع معالي الأمين العام حول موضوع العروبة، حول موضوع العروبة، العروبة نعم، والهوية العربية. أنا وصديقي الدكتور علي من الجزيرة العربية، والجزيرة العربية كانت المنشأ الأول لهذه الفكرة وهذه الهوية. لا يمكن التخلي عن الهوية العربية، بل يجب إغناء هذه الفكرة وإعادة تعريفها بما يتلائم مع العصر ومع هذه المرحلة وحسب متطلباتنا حاليا. يمكن أنه الإشكالية يعني التي بدأت منذ زمن بعيد أنه لم يحصل نوع من التفاهم أو التلاؤم بين مفهوم الدولة الوطنية والقومية العربية. هذه إشكالية يجب التعامل معها، لكن لا يعني هذا أن تتخلى عن الهوية، لا هذا شيء غير مقبول. أستاذ عمرو موسى، في دقيقة إذا في تعليق. أمنحك هذه الدقيقة، أنا خلصت الكلام. يعني مع مجامعة الدول العربية يعني أنت شايف أنه ما زلنا قيل من أول أستاذ مشرق إلى نصيف إلى الدكتور إلى طبعا صديقي العزيز محمود جبريل. طيب أشكرك. شايف مع الوزير أنه في أمل، يعني طالما أنت تحدث أكثر عن التنمية لكن فكرة القومية هناك أمل، يعني أنا بدلا من أن تلعن الظلام أو قد شمع، إحنا تحولت للأسف ملتقياتنا إلى ملتقيات للفم الخدود وجنبات. يعني طالما هناك فرصة لخلق نظام تعليمي جديد يحاكي العصر، ونظام تربوي جديد، ونظام إعلامي جديد، هذه قضية خبراء يستطيعوا، ثم قضية إرادة سياسية تفعيل هذا المشروع، لأن تفعيل هذا المشروع من أجل شرعية الحكم ومن أجل الحفاظ على نظام الحكم. فالقضية يعني الآن العالم أصبح زي ما قلت يتيح لحظات عبور، هذه اللحظات يجب أن تستغل لعبور فجوة التخلف، بدونها سنتعرض لمزيد من الاختراق، وحجي إيران وحجي إسرائيل وحجي إرهاب وحجي الأتراك وكل الناس حجي، تداعى عليكم الأكل كما تداعى الأكل على قصعتها. طيب أشكر ضيوفي شكرا جزيلا على سعة صدرهم وعلى كل ما أعطونا من وقت ومن تحليلات ومن معلومات، ويعني
كان في هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر من الحضور مع ما كان مطروح، لكن هذا متوقع. عندنا أساسيات للاستراتيجية العربية داخلية وخارجية، نتمنى يعني أن تكون هي الطريق لبناء استراتيجية أوضح للعالم العربي وتزيل هذا الغموض. شكرا جزيلا لكم.